يلعب لراكيتيتش في الوسط، غير تماما من هناك لإنيستا وجوردي ألبا بالبراعة والأناقة اللازمتين. إنيستا مازال ترجع له الكرة، يلعب لراكيتيتش في الوسط. البارسا أبدعت في بداية هذا الشوط الثاني، وصلت الكرة لليو ليو 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 بابا بابا وليو جول 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 ليو 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 استلمها بيمناه، دخل توغل سدد، جاء راكيتيتش وسجل جول ثاني. كل شيء يأتي من ليو، الهدف الأول ثم الثاني، فالبطاقة الصفراء. العجب من ليو ميسي، يفعل بيوفنتوس ما يريد، سجل جول أول ومنح فرصة جول ثاني. انطلق على الجهة اليمنى بيسرى 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 ثم باليمنى والدفاع خرجها، وراكيتيتش أدخلها في الشباك. جول البارسا متفوق على اليوفا ب2-0. البارسا في الشوط الثاني أفضل بكثير من بارسا الشوط الأول ومن يوفنتوس الشوط الأول. عليك يا ميسي، ولكن وكأنه يريد أن يقول حتى من دون نيمار.